تحت عنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة، عقد مؤتمر الإسكان العربي السابع واجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير والتخطيط العرب بالقاهرة. يهدف المؤتمر إلى عرض التجارب العربية الرائدة وتبادل الخبرات في آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة. سلطنة عمان يعني ممثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني حاليا في إطر تخطيط ودراسات لمدن عصرية ذكية، تقريبا حوالي أكثر من 5 مدن حاليا بيتم الدراسة فيها، وأيضا إنشاء مخططات هيكلية تفصيلية للمحافظات مسقط الكبرى وصلالة الكبرى وصحار ونزوة، وأيضا مخططات إقليمية لمدن عواصم المحافظات. بحث المؤتمر أيضا إرساء معايير جودة الحياة والسكن الملائم وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة. إن التخطيط العمراني المنشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات ويضع قواعد مرنة تتأقلم معها وفق مناهج جديدة تقلل من الانبعاثات الضارة وتوفر الطاقة النظيفة وتحسن إدارة الموارد الطبيعية المتاحة، كما تعمل على تدوير النفايات ومكافحة التلوث. كما ناقش وزراء الإسكان إعادة تأهيل المدن تحت الاحتلال الإسرائيلي ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني. ويتيح المؤتمر مساحة نقاشية لطرح رؤى عربية مشتركة لمواجهة تحديات العمران الحالية والمستقبلية في الوطن العربي وسبل النهوض بالعمران العربي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما تابع الوزراء أيضا خطة التنمية المستدامة 2030 والخطة العربية للإسكان والتنمية الحضرية. تزايد الطلب على الإسكان يفرض على الحكومات تنويع آلياتها وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين لمسكن عصري ومستدام. من القاهرة سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان.